خلال حكمه عمل ما في وسعه للانضمام للاتحاد الأوروبي، لكن سجله في حقوق الإنسان كان له بالمرصاد. حاول أن يجعل من نفسه زعيما للعالم الإسلامي، ذرف دموع التماسيح في دافوس على الفلسطينيين، فصدقه البعض بينما يقيم أمتن العلاقات مع الكيان الصهيوني ويجري معه مناورات مشتركة ويمده بالمياه العذبة المعلبة من السدود التي أقامها على نهر الفرات، بينما سوريا والعراق تكادان تصابان بالجفاف. خرجت الأصوات الرافضة للاحتلال العثماني وانهالت على كبير الانكشاريين أردوغان بالتنديد والاستنكار، فلم يبالي، فخرج من وضع له خطوطا حمراء لتعلن بذلك الشقيقة مصر عن توحيد الجهود العربية لقطع الطريق أمام أحلام المستعمر العثماني بالتمدد والسيطرة على ثروات الوطن العربي. في صباح 23 من يونيو صحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فجأة داعية لإيقاف القتال، تماما كما حصل مع فاتو بن سودة التي لطالما أصيبت بإغماءات متتالية لتخرج مطالبة بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية. ومن الطبيعي أن يرحب أي عاقل بتحقيق شفاف ونزيه، وأن يرفض كذلك أي تحقيق منحاز ويجرى بإشراف طرف من أطراف الصراع على الأقل لمراعاة الحياد حتى آخر لحظة. وفي 22 من يونيو الجاري اتصل الرئيس الفرنسي ماكرون بترامب الرئيس الأمريكي وتبادلا وجهات النظر ودعيا إلى إيقاف القتال. قبل ذلك كان وفد أمريكي يلتقي سراج بعيدا عن العاصمة في وزوارة على الساحل الليبي ليطلب منه إيقاف القتال، وهذا الأمر يجعلك تظن أن الولايات المتحدة لا تتصرف بتلقائية في الملف الليبي. فالاجتماع السريع الذي استغرق 7 دقائق يدلك أن الولايات المتحدة واقعة تحت ضغط دولة ما، وأنها مضطرة لإجراء اتصالات سريعة بالأطراف الليبية للسعي لإنهاء القتال، وأنها قد تكون حذرت الوثاق من مغبة رفض التفاوض ومن إمكانية انقلاب الحال. هذا فيما معنويات جنود الجيش الوطني الليبي لا تزال مرتفعة تحلق في السماء، لأنهم آمنوا بمهمة وطنية يجرى خلالها إعادة بناء الدولة في ليبيا، ذلك أنهم خرجوا من بين أبناء شعبهم تلبية لمطالبهم ورغبة في استعادة الدولة والإحساس بالأمن بعيدا عن الميليشيات والإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والمباشرة على شاشة ليبيا الحدث، والتي دائما نواكب فيها الحدث أينما حل. أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الدكتور رمضان البحباح، سفير ليبي سابق وعضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، كما أرحب بضيفي الذي سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي الأستاذ أديب مكراز والمهتم ب الشان العام. أبدأ معك ضيفي الدكتور رمضان البحباح بخصوص التوحيد الجهود العربية الآن أمام التدخلات التركية، دعنا نسميها بالعثمانية فقد لإيحاء ما يقولون بأنه أمجاد أجدادهم في الوطن العربي عبر عرابهم زعيم تنظيم الإخوان الإرهابي رجب أردوغان. الصف توحد الآن فعلياً أمام التحركات التركية، هل سنشهد تصعيد عسكري لهذه التحركات ودعم مباشر للقوات المسلحة التي تخوض حرب بالنيابة عن العالم ضد الإرهاب وضد هذا التمدد العثماني؟ أولا بسم الله، أهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بمشاهدي الكرام. طبعا تركيا، أنا لست مع أن هي عثمانية جديدة، يعني العثمانية الجديدة في خلاف، يعني الآن بعد الطورانية الآن هؤلاء الطورانيون الأتراك إن صح التعبير، هؤلاء يفكرون بعقلية المستبد والمستعمر والاستهانة بالأمة العربية، وهؤلاء مدفوعين بتوجه غربي استعماري صهيوني للأمة العربية، واستغلوا هذا التشرذم للعرب وهذا الانقسام وهذا الوضع المتدني سياسيا واقتصاديا في المنطقة. نعم. ويريدون البحث عن موطأ قدم لأغراض اقتصادية بالدرجة الأولى. طبعا الموقف العربي أدرك أن الوضع سيكون أو الأوضاع ستسير في غير صالح الأمة العربية.
لا سيما مصر، ونحن نعرف أن مصر هي تشكل نواة الأمة العربية. نعم. إذا هزمت مصر هزم العرب، وإذا انتصرت مصر انتصر العرب. وعليه نحن نعتبر أن معركة ليبيا في الحقيقة هي معركة مصر، وأشار لها السياسيين والساسة وآخرهم الرئيس السيسي الذي عبر عن الأمن القومي المصري هو مرتبط بالأمن القومي الليبي. نتيجة هذا حالة الاستقطاب وحالة الصراع وحالة التجاذبات والانغماس في القضية الليبية والتطاول والغزو المباشر والأسلحة والمرتزقة والإرهابيين، أصبح الوضع يشكل خطورة بالغة جدا على الأمن القومي العربي بشكل عام. لهذا العرب تواجدوا في على مستوى وزاري في الجامعة العربية، وحقيقة النقاط التي وصلوا لها تعتبر نقاط مهمة وإيجابية ويمكن التأسيس عليها، ولكن تظل هذه الطموحات يعني ما لم تفعل بشكل عملي على الأرض. نعم، بشكل عملي على الأرض ستظل عبارة عن طموحات وأماني وخلاص وتنتهي يعني. لكن نحن نريد تفعيل هذه النقاط المهمة اللي وصل لها الوزراء الخارجية العرب بشان القضية الليبية اللي هي قضية الآن العرب يعتبروا فيها الآن قضية محورية لكل العرب إقليمية. نعم، وبالتالي العرب اتفقوا باستثناء دولتين أو ثلاث دول غير ذات أهمية حقيقة حتى على مستوى الأمة العربية. تونس للأسف يعني كان موقفها إلى حد ما سلبي، وحتى اعتراضهم على هالنقاط اللي هي عندما تجد نقطة تقول لك نقطة رقم 7 ولا رقم 8 أو 11 اللي هم معترضين عليهم كلها تؤكد على ضرورة رحيل القوات الاستعمارية عن التراب الليبي. والإرهابيين على التراب الليبي. إذن مدام هذه لصالح الليبيين ولصالح العرب، لماذا يعترضون عليها؟ هنا السؤال الذي يطرح نفسه. طيب دعنا في ملف تونس فقط التي ذكرتها حضرتك باستثناء الصومال وقطر من الدول الثلاثة التي اعترضت على قرار وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية أو مندوبي الدول العربية في الجامعة. تونس ربما لديها قرار آخر، قرار رئاسي وقرار عبر مجلس الشعب التونسي أو مجلس النواب التونسي عبر رئيسه الراشد الغنوشي الذي بات على السطح الآن يظهر دعمه لحكومة التصخيرات وأيضا لجماعة تنظيم الأخوان الإرهابي في ليبيا، بيد أن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد في فرنسا من العاصمة الفرنسية باريس رفقة أو صحبة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كانت تشكل خطر على تنظيم الأخوان خصوصا في تونس. هل هذا انقسام جديد في تونس تجاه الأزمة الليبية أم أنها تصريحات فضفاضة فقط؟ والله إحنا نتمنى أن يكون انقسام بين الرئاسة وبين، ولكن تظل السلطة التشريعية مهمة جدا في تونس، والتي هي في الحقيقة تحت سيطرة النهضويين اللي هم الإخوان المسلمين في تونس. تصريح الرئيس التونسي كان مهم جدا ويعتبر فعلا هو نقطة أو منعطف إيجابي إلى حد كبير، وهو يتحدث عن أن الحكومة اللي تواجد اليوم في طرابلس هي حكومة مؤقتة وليست حكومة دائمة. وسمعنا الاحتجاج من قبل تنظيم الإخوان المسلمين في تونس. نعم، حتى في ليبيا الصوان احتج على التصريح، والمشري كذلك. نعم احتجوا عليه واعتبروه أنه هو لا يحقق أهدافهم وصالحهم، وفوجئوا حقيقة بهذا. وأنا أعتبر أن ما نقدرش نقول انقسام هذا، لكن تعرف السلطة التشريعية حضرتك أنها هي بيد مجلس النواب، وش صاير هناك تجاذب وصراع في مجلس النواب بين الوطنيين التونسيين وحزب النهضة، ولكن يظل حزب النهضة هو الفاعل في تونس من ناحية التشريعية، وبالتالي أي رأي للرئيس نعم هو مهم بشكل نسبي وليس لا يعول عليه، لكن بالنهاية. طيب ابقى معي دكتور رمضان، سأعود إليك. أنتقل إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية من بنغازي إذا ما جهز الاتصال بالأستاذ أديب مكراز.
نعم يبدو أن الاتصال غير جاهز بالأستاذ أديب مكراز، نعود إليه في حال جاهزية الاتصال. أكمل معك دكتور رمضان حول تصريحات العربية وتوحيد الصف العربي في الأزمة الليبية. إذا ما أخذنا تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وأيضا رسم خطوط حمراء للتمدد التركي في ليبيا لأنه سيزعزع الأمن القومي المصري وليس الليبي فقط، هل ستجرؤ تركيا ومن دعمها من العملاء حقيقة في ليبيا، دعنا المتمثلين في حكومة الوفاق وأيضا المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، إلى مدينة سرت أو الجفرة أو حاولوا التمدد في تلك المنطقة، كيف سيكون الرد برأيك؟ بالنسبة لي حديث الرئيس السيسي كان واضح جدا، يعني أي تجاوز لهذا الخط اللي هو خط سرت الجفرة يعني أن مصر ستكون في المعركة بشكل مباشر، وربما تحصل هذه أو نصل لهذا الوضع أو لهذه النقطة أو لا نصل حسب الوضع الدولي، لكن أعتقد الوضع الدولي الآن هناك تدخل تمثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الأمر سيذهب إلى نوع من التفاوض السياسي، لأن إذا حصلت الحرب لا سمح الله ستكون كارثية ليس على ليبيا فحسب ولكن ستكون على المنطقة بأسرها، وستكون النتائج غير محسوبة، وهذا باعتقادي أن لا يمكن بأي حال من الأحوال يسمح له يعني حالة هذا التصادم الاضطراب التي الذي سيحدث في المنطقة. نعم هو عبارة الآن حتى الحديث الذي يتحدث به المشري الإخواني المشري أو باشاغة أنهم لن يقفوا عند هذا الحد إلا بالسيطرة على ليبيا، ولكن هذا كل كلام أعتقد شطحات إعلامية ليس لها أي قيمة إطلاقا من ناحية العملية، لأن الصراع الآن أصبح صراع إقليمي بشكل واضح واستقطاب بشكل واضح. مصر الآن تقود المجموعة العربية اللي اجتمعت في القاهرة بالأمس، وهذا لن يسمح له إطلاقا، أي تمدد تركي لن يسمح له إطلاقا، وباعتقادي أن الأيام القادمة ستكون هناك متغيرات جدية في هذا الوضع، وخاصة هناك تشجيع غربي تقود الولايات المتحدة بضرورة العودة للمفاوضات واستكمالها سواء كان في لجنة 5+5 أو الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي، وبالتالي أنا أرى أن موضوع الحرب سيكون بعيد إلى حد ما، يعني ليس طيب ليس هو الخيار. سنتجه إلى الحلول السياسية برأيك. على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية في سياق حديثك، الزيارة الأخيرة للقيادة الأمريكية أفريكوم إلى مدينة زوارة واستدعاء سراج وبعض الوزراء التابعين لحكومة الصخرات هناك، كيف تبعت هذه الزيارة وما نتج عنها؟ طبعا هي الزيارة المعلن عنها أن التخلص من بعض الجماعات الإرهابية في المنطقة الغربية وضرورة والتأكيد على مسار التفاوض. نعم. هذا ما تم التلميح له، ولكن باعتقادي أن الأمريكيين واضح هم تدخلوا لأن يخشون أن الأمور ربما تذهب في إطار التصعيد، وعليه التدخل الأمريكي أرى أنه هو للحد من هذا التصعيد. نعم. وحتى الأطراف على التفاوض السياسي واستمرار المسار السياسي لحد كبير، هذا يبدو من مجمل الزيارة، يعني هذا فحوى الزيارة، لكن المعلن هو التخلص من هذه الجماعات الإرهابية، وهذا أعتقد كلام فضفاض إعلامي، لكن لم يقولوا لنا كيف التخلص من هذه الجماعات، كيف آلية التخلص منها. نعم. يعني آلية التخلص، كيف يتم التخلص منها، كيف يتم التخلص من الآن من ما يقارب من 20,000 أرهابي قادمين إلى ليبيا من تركيا، كيف يتم الحد من التدخل الفج التركي على مستوى التسليح، هذا كله لم يثار اصلا، ولكن والمبارره المصريه ذهبت لا يمكن ان يكون في حوار الا بعد استكمال هذه الخطوات، ما لم تحصل هذه الخطوات يظل الحوار السياسي مبتعد، وهنا الاشكاليه الان، فهم يبدو
من خلال التسريبات الإعلامية إبعاد هذه الجماعات أو تجريدها من أسلحتها كخطوة أولى. يبدو أن التعبير على حسن النية من الطرف المدعوم تركيا اللي هم السراج ومجموعته. وأنا طبعا أتحفظ حتى على حكومة الوفاق، هي في الحقيقة ليست حكومة وفاق، هي حكومة فرضتها الأمم المتحدة. وأنا بصراحة يعني إذا كان هناك تواصل أو هناك تأثير أو هناك مناشدة، يفترض تناشد الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي التي صنعت كل ما يحصل في ليبيا الآن، وهي المسؤولة على كل ما يحدث في ليبيا من 2011 وتعال جاي، هذا كله مسؤول عليه الأمم المتحدة. الحكومة اللي دارت في مدينة الصخرات شكلتها الأمم المتحدة واعترفت بها العالم. وهنا المشكلة، ما دام هذه الحكومة موجودة يعني ستظل المشكلة قائمة، حتى المسارات السياسية لن تؤدي في الواقع إلى نتيجة طالما هذه الحكومة موجودة ومعترف بها من قبل بين قوسين المجتمع الدولي، ولكنها دستوريا منتهية ولم يعطيها الشرعية والتصديق عليها مجلس النواب الليبي. لكن على ذكر الأمم المتحدة، في بياناتها الأخيرة لم تتطرق إلى المرتزقة السوريين وجرائم المرتزقة السوريين وأيضا الجنود الأتراك المتواجدين في غرب ليبيا الآن في مدن صبراتة وصرمان وترهونة، تتحدث ببيانات ربما مكتوبة وتعرف فيها عن تنديدها، ولكن لم تذكر هذه الجرائم ولم تذكر أنها ستلاحقها جنائيا. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ أنا كيف ما تحدثت يعني الأمم المتحدة مسؤولية مباشرة عن ما يحدث في ليبيا. يعني هي الآن القضية الليبية عند الأمم المتحدة، وضع ليبيا عند الأمم المتحدة، الآن ليبيا تقاد بمندوب للأمم المتحدة. إذن ما يحصل الآن سواء كان من انتهاكات للقرارات الدولية هذا في ذمة الأمم المتحدة. يعني عندما تتدخل الآن تركيا بقوة عسكرية جبارة وبهذه العنجهية وبهذا وأمام العالم ومعلن، والأمم المتحدة صامتة، وبالتالي الأمم المتحدة نحن لا نطالبها الآن، أعتقد تقول أنه حصلت جرائم وينبغي التحقيق فيها، لكن أعتقد هذه كلها جانب شكلي. أنت كيف تسمح للعدو أن يدخل ويعبث ثم تحاكمه؟ هي هنا المشكلة. لماذا تسمح الأمم المتحدة؟ لماذا لا تنتقد الأمم المتحدة تركيا؟ لماذا مجلس الأمن لا ينعقد لإيقاف تركيا؟ ما السبب برأيك؟ أنا شايف أن هناك انقسام الآن في مجلس الأمن، ويبدو في أن أطراف دائمة في مجلس الأمن ما يحدث هو يلبي طموحاتها ويلبي مصالحها، هذه الحقيقة. يعني وإلا لما يسمع، إذا كان الدول اللي موجودة الآن في مجلس الأمن ترى بأن الوجود التركي يهدد مصالحها مثلا، أعتقد ستتخذ قرار فوري صارم وصارم تجاهها. ولكن يبدو أن التدخل التركي يخدم مصالح بعض هذه الدول، وعليه نرى فتور من مجلس الأمن من قبل أعضائه الموجودين، وبالتالي الأمم المتحدة ستكون مكتوفة الأيدي في هذه الحالة، لأن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل أي قرار أو تتخذ أي قرار ما لم يكون مجلس الأمن مجتمع حول هذا القرار. وبالتالي يعني ما يحصل الآن حقيقة مسؤول عليه الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي اللي صنعت هذه المجموعة الآن تحكم في طرابلس، رغم أنها غير متوافق عليها حتى من الجهات الرسمية في ليبيا، البرلمان على سبيل المثال. أيضا حتى لو سلم أن هذه الحكومة تم الاتفاق عليها وأنها حكومة مدتها سنة ونص، اليوم الآن 5 سنوات وهي تعيد في ليبيا فساد، وبالتالي فيها عديد الاستفهامات حقيقة وعديد الأشياء يعني غريبة في الحالة الليبية، وكأن هذا العبث اللي يحصل في ليبيا مسؤول عليه الخارج. طيب، والدول الغربية على وجه الخصوص. طيب ابقى معي دكتور رمضان البحباح، سأعود إليك. أنتقل إلى ضيفي مجددا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أديب مكراز المهتم بالشأن العام، ورحب بك بداية أستاذ أديب. أهلا وسهلا بكم. نعم أستاذ أستاذ أديب، كنت قد سألت من قليل الدكتور ضيفي رمضان البحباح حول التحرك العربي الآن أمام ما يقوم به الرئيس التركي رجب أردوغان، ومن تمدد عثماني ومن دعم للإرهاب ومن التدخل في الشؤون الداخلية
للدول العربية، العراق، سوريا، ومؤخرا ليبيا. الآن مصر وقفت بشكل مباشر أمام التدخل العثماني للحفاظ على الروابط العربية والجغرافيا العربية والوطن العربي وأيضا أمن الشرق الأوسط بالتحديد. كيف تبعت تصريحات السيسي وأيضا بيان الجامعة العربية عبر مندوبيها لوقف التمدد التركي وتفكيك الميليشيات وأيضا استبعاد حكومة الوفاق من المشهد؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمح لي أخي الكريم أن أحيي كل السادة المشاهدين وأحيي كل الشعوب العربية الصامدة الصابرة وأحيي الشعب الليبي الصابر وأحيي القوات المسلحة العربية الليبية الباسلة وأحيي القوات المسلحة العربية المصرية المجاهدة وأحيي كل الدول العربية وكل الساسة العرب الداعمين للموقف قائد دولة مصر عبد الفتاح السيسي البطل الذي يعني قام بموقف مشرف وهو موقف واجب عليه بحكم يعني نحن دولة ليبيا دولة جارة لمصر وأمن ليبيا بأمن مصر واستقرار ليبيا باستقرار مصر وكذلك باستقرار يعني غالبية الدول العربية لأننا الآن نرى بشكل واضح وصريح الأطماع العثمانية اللامحدودة يعني في الوطن العربي وأصبحوا يعني يقوموا بأعمال يعني ابتزازية وأعمال يعني تشكل خطر على الأمن القومي العربي بشكل عام يعني. فكل المواقف العربية المؤخرة هي مواقف واجبة ومواقف مشكورة منا نحن كشعب ليبي، يهمنا الترابط والتآزر في المواقف العربية لأننا مصير واحد ولأننا مستقبل واحد ولأننا عدونا واحد. فنحن نرحب بشكل كبير ونأمل في أن في هذه المواقف أن تستمر لأن استمرار هذه المواقف يلجم العدو ويجعل العدو أن يقف يعني في حدوده. نعم. مؤخرا بعد انسحاب القوات المسلحة، طبعا الانسحاب كان له استراتيجيات، القوات المسلحة العربية الليبية تعي ما تفعل جيدا، فبعد هذا الانسحاب توهموا بأننا الحلقة الأضعف وتوهموا بأننا غير قادرين على مجابهتهم وهو أمر يعني ما غير صحيح بالمطلق. فتمادوا، أعتقد أحد محللين الأتراك يعني لا أذكر اسمه الأول ولكن اسمه الثاني أغلو قالها بشكل علني قال نحن حدودنا ليست سرت وحدودنا ليست مدينة ترهونة بل حدودنا الشرق الليبي وأطماعنا ذاهبة إلى حد مدينة بنغازي. فأعتقد يعني لا يوجد ابتزاز أكثر من هذا الابتزاز واستهتار بحقنا في الدفاع على بلادنا. نعم. والموقف بصراحة موقف السيسي الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في وقته ودعم أخوتنا العرب كان في وقته ونشهد الآن إحياء أو مثلا يعني روح عربية جديدة. نعم، هذا محور حلقتنا اليوم. نعم. روح عربية يا أخي الفاضل استطاعت أن تقول كلمة في وقتها المناسب وأن تقف موقف مناسب في الوقت المناسب. ونحن كعرب يهم تاريخنا واحد ومستقبلنا واحد وعدونا واحد واستقرارنا واحد، تهمنا هذه المواقف. طيب تهمنا جدا. نعم أستاذ أديب. إذا ما توحدت الجهود السياسية وشهدنا طفرة سياسية عربية ضد التدخل التركي والتمدد العثماني إن صح التعبير، هل سنشهد توحيد للصفوف العسكرية أيضا ضد هذا التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية للوطن العربي تحديدا ليبيا مصر ليبيا وسوريا والعراق؟ والله طبعا هي الردع العسكري مهم جدا. الردع العسكري هو الذي يجعل من الرادع له أحقية فرض شروطه في التفاوض. نعم. فالردع المصري يعني الردع المصري وحتى لا ننسى يعني بصراحة يعني الصد البطل لقواتنا المسلحة العربية الليبية عند تخوم سرت وفي منطقة الهيشة، فكان نعم. لهم بصراحة هذوم الأبطال دور كبير في صد العدوان الهمجي. ومن ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره الرادع، فأصبح الآن الموقف السياسي مريح للليبيين ومريح للأشقاء العرب المتضررين من التغول التركي. فلنرجع إلى سؤالك أستاذي الفاضل، القوات العسكرية بصفة عامة مهمة، وتوحد الفكر والاستراتيجيات العسكرية للدول العربية مهمة. نعم. هذا الوقت نعم. عندما تكون الاستراتيجيات العسكرية موحدة كذلك يعني تسمح
بالمجال السياسي أن يفرض شروطه وأن يحقق يعني الاستقرار المناسب والازدهار المناسب للأمة بشكل كامل يعني. طيب ابقى مع أستاذ أديب سعود. إليك أعود إلى ضيفي مجددا دكتور رمضان. كما ذكرنا منذ قليل حول مجلس الأمن وجامعة الدول العربية وعدة منظمات، الآن باستثناء جامعة الدول العربية، عدة منظمات مثل الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن لا يريد حل النزاع أو فرض حل نهائي سياسي للأزمة في ليبيا كما يتحدثون، كما ذكرت حضرتك لا يوجد أي ردع صارم لأنها لا تمس بمصالحهم الشخصية مباشرة. ماذا على الاتحاد الأوروبي وأبرز دول الاتحاد الأوروبي هي فرنسا الآن التي صرحت عبر رئيسها إيمانويل ماكرون بأنها سترد بقوة على ما يقوم به أردوغان في سياسة همجية في الشرق الأوسط تحديدا وليبيا؟ أوروبا شكليا الآن منقسمة بين الرأي الفرنسي والرأي الإيطالي على سبيل المثال، لكن حقيقة يعني النزاع لابد يكون واضح حتى عند أمام الشعب الليبي. نحن الآن ما ناش في حالة نزاع، نحن الآن في حالة حرب، دولة معتدية، غزو خارجي. مجلس الأمن يصف في الحالة في ليبيا بأنها نزاع طبعا هذا داخلي دون الإشارة للتدخل. هو للأسف هذا هو تدفيه المشكل الليبي. المشكل الليبي ما هوش نزاع داخلي في الحقيقة، يعني إذا كان هو الطرف الآخر عبارة عن مرتزقة وتدخل تركي مباشر بالسلاح، إذن هي ما هيش حالة نزاع حتى نوصفها بأن نقول والله هذه ممكن تمشي معها حتى التفاوض أو بشكل سياسي. ما هوش لا صحيح. هذا الموضوع غير، يعني الحالة الليبية مختلفة تماما. الحالة الليبية الآن نزاع، صراع بين الشعب الليبي وقوات احتلال غازية على رأسها تركيا وبعض الدول الأخرى اللي تدعمها لوجستيا وإيطاليا حتى على وجه التحديد. وبالتالي الآن حقيقة يعني ما نقدرش نوصف الحالة الليبية هي حالة نزاع بين طرفين وضرورة الذهاب إلى حوار سياسي. هذه حقيقة مغالطة كبيرة جدا. الآن تركيا تقول أنا عندي أطماع في ليبيا ولن تتوقف هذه الأطماع إلا بعد السيطرة على الموانئ النفطية وحقول النفط. إذن هذه دولة معتدية. الدولة المعتدية في القانون الدولي وفي الأعراف الدولية لابد يعني حق المقاومة مكفول وفق هذه القوانين، وبالتالي الآن ليس أمام الشعب الليبي إلا المعركة مع هذه قوات احتلال في الحقيقة. المجتمع الدولي إذا كان يريد أن يحل المشكل فليوقف هذه الدولة المعتدية. هذه خرقت كل النواميس والعراف الدولية والمواثيق الدولية وهددت الأمن القومي ودولة احتلال. الآن يجوا من ناحية تانية يقولوا والله لتراك، يقولوا احنا على عموما. أنا دائما مع الدولة التركية، ما في حاجة اسمها دولة عثمانية، يعني هذا المصطلح الآن لا نردده. ولكن رئيسهم وصف أن هناك أحياء عثمانية. لا لا لا، غير خلي يصف ما يصف، هو حر. لكن هذه الدولة الاعتبارية الموجودة الآن تركيا. نقول مرات الدولة العثمانية هي مش موجودة دولة عثمانية على الخارطة أصلا، ما فيش حاجة اسمها. وبالتالي لابد نقول الدولة التركية. الدولة التركية هي الآن اعتدت على الشعب الليبي بقوة السلاح بدون مبرر. هم يفسرونها أن في حكومة شرعية والحكومة أبرمت معهم اتفاقية. هنا المشكل، المشكل في ما يسمى بالحكومة اللي موجودة في طرابلس والذي يتحدثون عليها باسم الشرعية. نحن أمام قوات غزو ولسنا مع، هم الآن يفسرون أن هذه تركيا تساعد دولة شرعية ضد حركات التمرد، هكذا الآن تفسر. وبالتالي المجتمع الدولي يقدم في الحالة الليبية، وهذه خطيرة جدا. هذه تحتاج حقيقة إلى جهد سياسي ودبلوماسي، سواء كان مجلس النواب سواء كان من الخارجية اللي الآن موجودة في الحكومة الليبية في شرق البلاد. الآن احنا محتاجين لوضع النقاط على الحروف وعدم اللعب بالألفاظ حقيقة. يعني هذه مجموعة الآن المجلس الرئاسي، لا يوجد مجلس رئاسي أصلا، حتى لو اعتبرنا أن هذه الحكومة تم انتخابها أو كلفت من الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات.
الآن المجلس الرئاسي يعتبر منحل وفق حتى الاتفاق المبرم. الاتفاق الحكومة لم تكن حكومة معتمدة من مجلس النواب. نعم. وبالتالي هي في الحقيقة غير موجودة، هي عبارة عن عصابة الآن تحكم طرابلس ومدعومة مسيرة من جماعة الإخوان. طبعا هي مجموعة، هي هذه اللي تحكم في الحقيقة. هو الإخوان المسلمين هم الذين يديرون المشهد السياسي في طرابلس، وأيضا مدعومين بالدولة التركية وبرئيسها أردوغان. نعم. الآن هذا اللي يحصل، وبقية الشعب الليبي في طرف. إذن الصراع والأزمة بين الشعب الليبي وعصابة الإخوان اللي موجودة في طرابلس اليوم، وموجودة بالقوة ومفروضة بالقوة على الشعب الليبي، ومدعومة بالعدوان التركي. طيب، هذا ما يجري الآن. طيب ابقى معي دكتور رمضان سعود، لكي أنتقل مجددا للأستاذ أديب مكراز. فقد في دقيقة واحدة عن محاولة المجتمع الدولي استكمال المباحثات العسكرية 5+5 من ناحية الأفريكوم يصرح بأنه يجب تفكيك الميليشيات في طرابلس والمجموعات المسلحة، ومن ناحية أخرى يرشحون قادة من هذه التنظيمات وهذه المجموعات المسلحة للتواجد في طاولة حوار 5+5. أليس هذا تناقض مباشر لتصريحات مجلس الأمن والقيادة الأمريكية أفريكوم في ليبيا؟ بالنسبة لسياسة الأمم المتحدة بشكل عام، يعني منذ 2011 إلى هذه اللحظة، نحن كشعب ليبي وكدولة ليبية دائما كنا يعني نتعامل بجدية مع الأمم المتحدة، ونعتقد فعلا جازمين أو نعتقد بأنهم قادرين أو ممكن يعني يقوموا بحلول. ولكن حقيقة الأمر كل المبعوثين الأمميين في ليبيا لم يقدموا ولا شيء للشعب الليبي ولا أي حل. جربنا كل المبعوثين ابتداء من طارق ميتري، كوبلر، ليون، غسان سلامة، وأخيرا ستيفاني، لم يقوموا بأي حل جدي. هم قادرين إذا كانوا يريدون أن يحلوا مشكلة ليبيا يحلوها ممكن في شهر أو شهرين، يعني بكل سهولة. يدعموا الجهة الشرعية، يدعموا القوات المسلحة بحكم أنها هي المخولة للدفاع عن أرضها وسيادتها، يدعموا حكومة موحدة تحل المشكلة. نعم. لماذا يقومون دائما بإطالة الأزمة ومحاولة استمرار الأزمة وإنهاك الشعب الليبي وإنهاك الدولة الليبية؟ أعتقد يعني الأمر واضح للجميع، الأمم المتحدة ليست لديها إرادة حقيقية لحل مشكلة ليبيا. طيب أشكرك الأستاذ أديب مكراز المهتم بالشأن العام، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي. في دقيقة واحدة دكتور رمضان، تعقيب على كلمات الأستاذ أديب مكراز، بصفتك سفير ليبي سابق، ما هي الحلول الجذرية السياسية لإيصال المشكل الحقيقي الليبي بأنه بين الشعب الليبي وبين احتلال تركي وليس نزاع داخلي؟ الحلول الجذرية لا تكمن إلا في الحل العسكري، هذه الحلول الجذرية. أما الحلول السياسية هذه كلها مصيرها الفشل، وجربناها إحنا كم مرة جلسوا في جنيف، وجلسوا في برلين، وجلسوا في أبوظبي. نعم. وفي كل ليش؟ لأن المشكل قائم. أول حاجة، الأطراف اللي هي معنية بالتفاوض لا تمثل الشعب الليبي أصلا، يعني عبارة عن أفراد، بعض منهم يحمل جنسيات خارجية، بعض منهم ما يعرفش حتى الشعب الليبي ولا الشعب الليبي يعرفه، وللأسف الأمم المتحدة تعتبر فيه طرف من أطراف حل المشكلة. إذن سياسيا لن تحل المشكلة، حل المشكلة لا يكمن إلا بإعادة الأمور إلى نصابها بالقوة العسكرية. ونحن دائما نقول أن الحل هو عسكري، لأن المشكلة في ليبيا هي مشكلة أمنية، وهذا الخيار لا يمكن تفعيله إلا من خلال القوات المسلحة العربية الليبية. نعم. اللي يقودها المشير حفتر. نعم. نعم الدكتور رمضان البحباح، سفير ليبي سابق وعضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، كنت معي هنا في الاستوديو، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيفي أيضا الأستاذ أديب مكراز المهتم بالشأن العام، كان معي عبر الأقمار الصناعية من مدينة بنغازي. أشكر كل طاقم العمل وفريق قناة ليبيا الحدث، وعلى رأسهم المخرج حمزة العقوري، وأيضا معدة هذه الحلقة الأستاذة انتصار محمد. إلى أن نلقاكم في تغطية خاصة أخرى، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.